بخطوة إلى الخلف نحو الخارج، ثم تقدم بخطوة بالقدم اليسرى، فخطوة بالقدم اليمنى، وثالثة ورابعة وأخيرا الخامسة. فحرك المروح إلى الأسفل وضع اليد اليسرى على الكتف اليمنى، ثم نرجع الساق اليمنى. قم بركلة الهلال باستدارة هكذا، اضرب وجه القدم اليمنى بالقدم اليسرى وحرك المروح بشكل قوسي من الأسفل إلى الأعلى، ثم افتح اليدين لتكوين وقفة الحصان بهذه الطريقة. نكررها مرة أخرى. قوموا، ارفعوا الساق وحركوها بشكل قوسي، تقدموا بأربع خطوات هكذا، ثم الخامسة، وحركوا المروحة وارجعوا القدم واليد، ثم أدوا ركلة الهلال بالاستدارة واهبطوا القدم، ثم افتحوا المروحة بهذه الطريقة. لنقم بها معا. توحيد العناصر الخمسة. لقد لعبت المروحة دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية في الصين القديمة، حتى أصبحت آلة هامة لم يكن الأدباء يستغنون عنها، حيث أنها تعكس مكانتهم الاجتماعية وتعبر عن مختلف الحالات النفسية والشعورية لأصحابها. فكان على الفتيات المؤدبات ألا يظهرن أسنانهن عند الابتسام، فكن يخفينها بالمروحة، فيما تخفي فتيات أخريات وجههن الشاحب عند المرض.
فكانت المروحة ملازمة للنساء خلال حفلات الرقص والمناسبات الاجتماعية الهامة، حيث أنها تعبر عن مكنونات أصحابها. فمثلاً إذا أخفت الفتاة نصف وجهها يعني ذلك أنها تحب شاباً ما، أما إذا حركتها أمام صدرها فيعني أنها عزبة تبحث عن عريس. تسعى ثقافة الصينية القديمة إلى الرقي الفني، وتهتم بالحالة النفسية الداخلية. وبالنسبة لمتعلمي الكونغ فو، فإن الفن جد مهم أن يكون مصحوباً بتمارين الكونغ فو. فكان الكثير من أساتذة الكونغ فو فنانين أيضاً يهتمون بالعديد من أنواع الفن. لنكرر معا الحركات التي تعلمناها في هذا الدرس.
لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نترككم لمشاهدة Thank you.